اهلا بيكم حلقه جديده من برنامج الطب والحياه لقاء هام يهتم بيه جدا كل اب كل ام مع ضيف عزيز علينا باسمي وباسمكم برحب بيه دكتور ايهاب البرت اهلا بيك دكتور ايهاب اهلا دكتور اشكرك على وجودك معانا مع خبره سنين طويله بتقدم لنا نصايح عمليه في تعاملنا مع اطفالنا في موضوع النهارده دكتور ايهاب هو استشاري الانف واذن والحنجره بشجعكم كتير انكم تكتبوا له تتواصلوا معاه مش بس في الامور الطبيه لكن كمان في الامور الروحيه وبنعمه ربنا هيكون مستعد ان يجاوب على تساؤلاتنا في الطب وفي الحياه في الجسد وفي الروح. دكتور ايهاب الحقيقه يعني زي ما كنت بقول في المقدمه انه موضوع النهارده موضوع مهم وهو الاختناق عند الاطفال. يعني كتير من الامهات بيشتكوا من هذا الموضوع طبعا مش بيتخنق يعني بيموت لا اختناق يعني صعوبه في التنفس ضيق في التنفس بيشتكوا من هذا الموضوع وهل الموضوع ده مجرد بس يعني العيل ياخد نفسه ولا كمان ليه مضاعفات اشرح لنا من فضلك ايه المقصود بكلمه الاختناق الحقيقه الام اللي تيجي تقول لي ابني مش بيتنفس طبيعي تنفسه مش كويس والحكايه دي بنشوفها احيانا من طفل سن يوم يعني لسه مولود هو تنفسه مش مكتمل هو مش قادر ياخد نفسه مظبوط بيجي له نته بينت او بيتاوه كده وهو بيتنفس كانه مش قادر ياخد الاكسبيريشن او الـ 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 الشهيق الكامل والزفير الكامل هو مش قادر يعيش طبيعي والحقيقه دي بتاثر على كل حاجه يعني احنا مش بنتخيل انه كون انه نسبة الاكسجين بتاعة الطفل تقل في الدم نظرا لانه مش قادر يتنفس كويس ده بتأثر على حتى نمو مخه ونمو جسمه كله لانه انا الغذاء المهم جدا لمخ الطفل هو الاكسجين فلو نسبة الاكسجين بتاعته قلت وهو بيظهر صعوبة في التنفس هو مش قادر ياخد نفسه مكتمل ده بيأثر على نموه ربما لأنه اتولد بدري ربما أنه شخص اتولد غير ناضج أو الولادة تمت أه بدري بسرعة سواء الدكتور استعجل أو أن الأم حصل ولادة مفاجأة قبل الميعاد آه طبعا حضرتك عارف أنه الرئة فيها سائل ده مش بيكتمل إلا في, في الشهر التاسع فده لو السائل ده قليل أه بيخلي الحويصلات الهوائية مش بتتفتح كويس مم. فالتنفس ما بيبقاش مظبوط ده بالنسبة للولادة لكن برضو كمان بعد كده في عيوب خلقية موجودة في الجهاز التنفسي بتاع الطفل تخليه مش قادر يتنفس كويس زي مثلا اللحميه اللحميه اللي خلف الانف دي بتخلي العيل مناخيره مسدوده آه تماما فبالتالي هو مش قادر يتنفس آه طبيعي او بيتنفس من بقه آه بس والتنفس ده مش مكفيه ده بيجي يعني في الح... اللحميه بتيجي الحديثه الولاده ولا بتبقى قدام شويه عند سن كام نقدر نقول ان الطفل ده عنده لحميه لانه هي من اكثر الحاجات يروح الدكتور لحضرتك كدكتور انف اذن وحنجره ويقولك يعني اللحميه اللوز وانت بتشيل لوز من فضلك شيل اللحميه آه. فضلك نور على جزئيه اللحميه لانها مهمه الحقيقه اللحميه ممكن العيل يتولد بيها يعني هو مولود بيها فعلا لكن ما بنقربش عليها او نفكر ان احنا نشيلها لما يكبر العيل شويه عشان تبتدي تكتمل الأعراض بتاعتها واضحه فياما بنشوف اطفال سن شهر سن شهرين الولد مش قادر يتنفس وفاتح بقه على طول بنقدر نديله شويه حاجات تساعده على التنفس لكن ما اشيل لحميه غالبا ما بنشيلهاش قبل سن سنه يعني. قبل سن سنة, سنة. أوه. يعني في سن سنة ممكن اشيلها اه في سن سنة ممكن هل ينفع يا دكتور اشيل اللحمية واسيب اللوز لو اللوز سليمة؟ اه هم مش لازقين في بعض هي أيوة. اللحمية لوحدها واللوز لوحدها عايز اشيل لحمية بس ممكن عايز اشيل لوز بس ممكن على حسب الجزء اللي تعبه بالظبط ولا اللحمية تكون واحدة بس ولا متعددة؟ اللحمية خلف الانف هي حاجة واحدة هي ليها رسمة كده ليها آه آه يعني جسم وجناحين فبتتشال على بعضيها في السن ده بتريحه جدا في سن سنه يعني لو فضل تعبان لغايه سن سنه انت الام من غير ما يعني يكون عندها فرصه تيجي لحضرتك او لاي طبيب أنف أذن تقول انا شاكه ان الولد ده عنده لحميه بتكون وهو نايم فاتح بقه على طول بيريل على المخده دي اهم اعراض يعني بيجيله ادوار كحه كتير بيجيله ادوار عطس كتير مناخيره سايبه كتير يعني بتيجي الام تقول لي الولد مناخيره ما بتنشفش على طول بتنزل إفرازات ده ده بيؤكد ان هو تنفسه مش طبيعي بالنسبه لمناخيره يعني. م. الحاجه الثانيه تبتدي تعاني بقى من الرضاعه كمان يعني هي مش عارفه ترضعه طبعا كل ما, كل ما بيرضع كل ما كده بيضطر يسيب الصدر او يسيب البزازه لانه هو عايز نفس اهم حاجه عنده النفس يعني م. غير كده تلاقيه بعد ما يخلص رضاعه يقشط ويرجع كميه كبيره من اللبن ده بسبب ان هو مناخيره مش مش بتتنفس صح هل في بعض العادات السيئه للامهات بتقوم بيها بتساعد على 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 التهاب اللحميه ده ماشي انا وقفت عند اللحميه شويه آه. لانها الحقيقه شيء منتشر كتير اه طبعا طبعا بص هو اكتر حاجه سيئه الحقيقه أه الامهات بيعملوها انه يوضعوا العيل وهم نايمين م. يعني الام بتبقى نايمه مجهده طول الليل فتوضعوا هي نايمه دي اسوا حاجه وبتخلي اللحمية دي كمان تأثر على ودانه وتعمل له مية على طبلة ودنه وساعتها العيل بيبتدي يعاني من مشاكل في ودنه بسبب وفي أولاد بتوصل لثقب طبلة الودن بسبب أنها بتوضعه وهي نايمة فطبعا دايما بننصح الطفل يقدر يشتكي بالودان يا دكتور ايهاب؟ بيخبط على ودنه يهبش في ودنه مم. وده اول عرض مهم جدا الام لازم تاخد بالها منه انه مم. العيل مش مبسوط من ودنه هو بيخبط عليها كونه بيخبط عليها معناه انه في شكوى جوه قد يكون الشكوى ألم قد يكون الشكوى مية على الطبلة معملة له شوشرة ده في الحالة دي هو محتاج علاج محتاج يروح لأخصائي أنف أذن يكون يعني بيتعامل مع الأطفال صح عشان يشوف ودنه ويشوف الطبلة ويطمن عليه هل في أسباب تانية للاختناق غير اللحمية؟ في طبعا أهم الأسباب الحقيقة الاختناق المفاجئ عيل فجأة لقيناه بيتخنق يعني هو طول عمره كويس بس فجأة اتخنق فجأة متضايق قد يكون ده جسم غريب دخل جوه التنفس او جوه الحنجره وابتدى يضايقه. فياما بنشوف اطفال وبالاخص العملات، يعني الحقيقه انا شفت كتير قوي وياما طلعت جنيهات من حنجره الولاد هي بتبقى دخلت في في بدايه الحنجره او دخلت في بدايه المريء فتبتدي تدوس على الحنجره وفي الحاله دي بتخنقه. تلاقيه مش قادر ياكل، مش قادر يتنفس طبيعي. وفي الحاله دي لازم بسرعه يتعمل اشعه آه عاديه على الصدر نشوف آه الجسم هل في جسم غريب ابتلعه الطفل ولا لا هل ندغ اللبان بيفرق مع... معاك يا دكتور ايهاب وانت بتنصح الامهات انا يعني هي ب... بتالم كثيرا لاني بشوف بعض الاطفال ويشوف ماما بتنضغ اللبان فكمان ينضغ هو كمان نفس الفكره وينام وي... بيها ولما ينام بيها ممكن تقف طبعا في الحنجره هي اوحش ما تبانش في الاشعه ودي مش هتبان في الاشعه ولو ولو استيكه قلم ولو اي جسم غريب العيال بيحطوا في بقه نبقى حريصين جدا معاه ولما اشوف ابني بيتخنق بالشكل ده الام لازم تاخد ابنها على رجليها وتكفيه على وشه وتخبط على صدره على ظهره بحيث انه لو في حاجه في بقه يتفها او يطلعها ده الوضع الطبيعي قبل ما تلحق تروح للدكتور كمان تعمل الوضع ده اللي بان من الحاجات الخطيره جدا حضرتك بتوضحها لنا أو انه انه لو وقفت على الحنجره هتضايقه جدا في التنفس ولو دخلت في القصبه الهوائيه قد تحتاج الى عمليه ميكروسكوبيه او منظار عشان اطلع اللبانه دي ولو بلعها في معدته فبرضه بتعمل لهم مشاكل وتلبك معوي فاحنا يعني الحقيقه ما بننصحش ابدا انه الاطفال يستعملوا اللبان كتير والكوارث و... بتحصل في وقت النوم يعني انه ينام, باللبان ينام باللبان باللبانة ينام طبعا العكه دي بتبقى شيء شيء خطير هل من اسباب اخرى يا دكتور ايهاب بتحب ان انا اسيب العيل ينام على وشه يعني برضو لازم م. اذا العيل نام على وشه اوكي بس اخد بالي انه ما يبقاش مناخيره وبقه في الملايه لانه ده بيقلل له نسبه الاكسجين اللي واصل له يعني دي حاجه بسيطه وسهله المفروض ان انا اخد بالي انه العيل اذا نايم على وشه بس وشه معدول بحيث انه بقه ومناخيه في الهواء مش آه مكفي على وشه ولا سيما في بدايه حياته في بعد حدي يعني حديث الولاده في خلال ست شهور. اول ست شهور ما يبقاش قادر لسه يرفع راسه عشان يقدر يتنفس زي الكبير طبعا وفي ناس فقدوا اطفال فقدوا حياتهم بسبب هذه العاده و... بس بعض الامهات بتتصور لما نحط البيبي على على بطنه يخف من المغص اللي عنده هل دي حقيقة صح احيانا طبعا احيانا بيقلل الانتفاخات يعني بيقدر يطلع غازات وحاجات زي كده هي بس هي المهم يخ... اطمن ان وشه في الهواء يعني ما يعني ما فيهوش وطبعا برضه في عادات غريبه عند الامهات مثلا انه يسيبوا العيل يلعب فيدخل مثلا هي ماليه البانيو يدخل العيل يروح مدلوق جوه البانيو وشفت انا قدامي في جردل العيل اتقلب جوه الجردل وطبعا الحقيقه كانت ماساه لانه العيل توفى بسبب انه دماغه نزلت جوه الميه وغوي فاحنا لازم ناخد بالنا ان الجهاز التنفسي بتاع الطفل طلق في الهواء يتنفس كويس مش مخنوق. كلمتنا حضرتك عن اللحميه وعن الاجسام الغريبه اللي ممكن تدخل سواء ميه او سواء عمله او اي حاجات اللي زي كده وعرفت النصايح. هل في امراض معينه ممكن تصيب الطفل في مرحلة أول سنتين تصيبه بالاختناق؟ في أمراض خلقية أو عيوب خلقية ودي محتاجة مننا شوية علاجات زي مثلا ضعف الحنجرة ضعف الحنجرة في الحنجرة دي عبارة عن عضو مكون من غضايف مغطاة بالغشاء المخاطي فالحنجرة لو ضعيفة الغضايف دي ضعيفة رقيقة لسه ما تكونتش أو اكتمل نموها فتبتدي مع كل شهيق وزفير تقفل على نفسها وترجع كانها بتبقى بتنطبق على نفسها ده بيعمل صفارة عالية تلاقي العيل وهو نايم تسمع صوت صفارته والأم تتخض الولد بيصفر بشكل غريب طبعا دي ليها علاج وليها نصايح معينة عشان تعرف توضعه صح عشان تعرف تعالج ضعف الحنجرة حاجة تانية برضو القصبة الهوائية بتبقى عبارة عن آه عضمات صغيره آه آه بتكون القصبه الهوائيه دي برضه لو ضعيفه بيحصل انها بتبقى برضه بتروح وتيجي مع التنفس فتعمل آه ممكن تعمل آه كولابس لرئة ان الرئة تموت في نفسها او تنهار في نفسها فده برضه مهم جدا انه نكون بنفحص الجهاز التنفسي كويس عند الاطفال حديثي الولاده عشان اطمن انه انه كله مكتمل النمو والرئه نفسها كمان شغاله ب طول ممكن ولا حاجة من دول كلهم بس الطفل هو بيشرب ماما بتشربه أو بابا بيشربه أو خاله أي حد شرق أو شنق كما يقولون يعني تنصحنا بإيه؟ يعني هو مجرد حاجة ما حصلتش ولا كل ده ولا في عملة ولا في حاجة مجرد هو هو بياكل في وسط ما احنا بناكل احنا نفسنا نديله أكل أكتر فبولة كده من الأكل راح تعمل نعمل إيه؟ وأصعب حاجة عند الأمهات الحقيقة أنه عايز يملى بق العيل ومتخيل انه اسف زي البطه بيزغطه يعني مع انه لو وظايه واحده دخلت الجهاز التنفسي تعمل مشكله كبيره وممكن تصل الى خراج في الرئه بسبب وظايه فانا لازم ابقى حريص يعني على قد بق العيل بالظبط احط في بقه وال, 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 وال وانا بشربه كمان ابقى عارف في وقت معين ما ينفعش احط فيه ميه العيل هو بياخد شهيق لا اخد بالي استنى احنا التنفس العيل عشرين مره في الدقيقه وتوصل ل 25 مره في الدقيقه فلازم ابقى حريص انه في الوقت اللي فيه بيدخل هواء ما احطش ميه ما احطش اكل لكن الام تبقى ناصحه في انها تحط الاكل في الوقت المناسب الميه كمان رضاعة ما تسيبش البزازه في بقه على طول لا كل شويه لازم اشيلها اديله فرصه يتنفس طبيعي نفس طويل وابتدي احطها تاني بس اذا كانت يعني الانف مقفوله بتاعته مثلا لسبب او لاخر زي ما حضرتك كنت بتتكلم عن اللحميه مهم ان احنا الام له فرصه يتنفس يعني في الحاله دي بقول للام لو سمحت حطيها وعد لغايه سبعه واحد اثنين ثلاثه لغايه سبعه وتشيل له فرصه يتنفس يبقى في الحاله دي هطول مده الاضاعه الضعف فليكن بس المهم العيل يستفيد من ويكون نايم اللحم. 45 درجه دي مهمه ولا ما تفرقش يا دكتور؟ دي مهمه جدا جدا لانه الجهاز التنفسي يبقى معتدل اكتر وهو 45 درجه حتى اللي عندهم ضعف في الرئه او كده يفضل دايما انيمه 45 درجه عشان ادي فرصه للرئه انها تتفتح بالهواء بوقت اكتر. انا دايما اقول يعني. للامهات يعني احنا الكبار لو صحينا بالليل عطشانين ما ينفعش نشرب واحنا نايمين لازم بنقوم لازم اقوم و... انا الكبير فمن فضلك فكري قوي قوي ان الطفل كمان ده هو ما ينفعش ان انت ترضعيه وهو نايم بنفس المعنى. صح كده مهم انك تخليه 45 درجه عشان هو نفسه يبقى قادر يقدر يستوعب زي ما احنا الكبار بنعمل يعني هو عنده نفس الجهاز بتاعنا يعني يعني طبعا في اسباب تانية زي الحساسيه حساسيه المناخير طبعا في في كتير من الامهات يفتكروا انه هو ايه الطفل ده اللي عنده حساسيه لا طبعا الطفل ممكن يتولد بحساسيه في المناخير او حساسيه في الجهاز التنفسي آه للصدر آه يخليه يعطس كتير آه يرشح كتير آه يخلي تنفسه دايما صعب لا ده لازم يتعالج من بدري مم. عشان خاطر ما يوصلوش لمرحله انها حساسيه مزمنه او انها بتطول معاه في وقت طويل. العادات الغريبه ان انا اسيب العيل يلعب في الحمام ويتعرض لهواء ساقع او هدومه تتبل واسيبه مبلول. دي كلها بتعمل لها بتعمل لهم نزلات شعبيه والتهابات رئويه. مهم جدا ان انا اكون بفحص العيل كويس اتاكد انه ابني بيتنفس صح انه ما عندوش ميكروب في سيدو يعني. قلت لنا ان في بعض الالتهابات الرئويه. ادينا من فضلك يعني يعني علامات منذره أنه الطفل اللي عنده نزله شعبيه او عنده التهاب رئوي ابتدى يخش في الاختناق وما اصبحتش القصه بس مجرد آه يعني سخونه م. وكحه لكن ده ابتدى دور الانفلونزا او دور البرد ابتدى يحصل فيه تطور اخر الانفلونزا في حد ذاتها فيروس لكن الفيروس ده لما يتحول بعد كده يحصل بكتيريا. مع بكتيريا دخلنا في قصه كبيره بعد كده اهم حاجه الام لازم تبقى عارفه ابنها بيتنفس ازاي يعني لحظه انها ابتدى يتنفس بسرعه نفس كتير ابتدى يلهس. يلهث عايز عايز يتنفس اكتر الحاجه الثانيه سدو بيشخول هي تحط ايدها على سدو سمع صوت البلغم وهو بيتحرك جوه سدو ده في حد ذاته علامه مهمه جدا جدا ابتدى نعيل اطرافه تزرق لما تبص على ضوافه كده تحس ان الضفر ده لا ما عادش طبيعي زي الاول هو فعلا في نسبه زرقان ده معناها برده ان الولد مش بيتنفس طبيعي شفايفه لونها شفايفه اللون الشفايف نفسها بتبقى مزرقه سنه او غامقه سنه عن الطبيعي المناخير بتتحرك لما يكون انا وانا بتنفس طبيعي كده مناخيري ثابته ما بتتحركش لكن لما أكون بتنفس بصعوبه بيسموها وركنج ال تلاقي المناخيه بتتحرك جامد لانها بتحاول تاخد اكبر قدر من الهواء الاطراف يمين وشمال الاطراف دي بتتحرك آه. بتتحرك عشان طيب. تدي انطباع ان هو بيصارع عشان بيصارع يتن... بالظبط يعني بحب تعبير يصارع <applause> حلو صح. يصارع انه يتنفس يعني عارف ان احنا كتير بنصارع عشان نتنفس حتى روحيا الحقيقه بالزبط. يعني آه. اه المفروض ان انا انا بتنفس هواء روحي نف... روحي محتاج هواء روحي محتاجة المسيح محتاجة كلمة الله محتاجة الصلاة كتير ما بنصارع عشان نوصل للهوا ده مهم ان احنا نصارع مهم ان احنا نجاهد لو كنا فاكرين ان الهوا هنلاقيه بسهولة في روحيات لا لكن لازم نجتهد لازم نبذل مجهود لو انا شاعر اني بقعد قدام الكتاب المقدس ومش مش واخد كفايتي منه او زهقان لا انا محتاج اقعد تاني عشان اخد تاني انا كنت في زيارة في وقت لوقت يعني من وقت قريب قوي لحد حاطط جهاز التنفس الصناعي على مناخيه على طول ده في البيت ليه لان هو محتاج للهواء هل انا قاعد قدام الكتاب محتاج للهواء ده عطشان ليه محتاج اتنفس كويس ولا لا آه انا شاعر ان الاكسجين بتاعي هو كلمه الله ده اللي مينفعش ينفعش استغنى عنه ده اللي ما اتخنق من غيره واحد مره قال تعبير لطيف على مزمور واحد في ناموسه يلهج, يلهج. فقال يلهج يعني ينهج ينهج صح م. يلهج نهارا وليلا يعني في ناموسه ينهج ينهج صحيح وانه آه. كلمه الله داخله وخارجه ويتولد بينه وبين الله حوار آه. انا بعتقد يا دكتور ايهاب في مشكله كبيره احنا كمؤمنين احنا بنتصور انه الصلاه ان انا اتكلم الى الله خلاص سمع ما سمعش مش قضيه لهم <applause> وخلاص <تصفيق> يعني. لكن ما ابدا الفرق بين اكون بيني وبين الله مونولوج وديالوج مونولوج آه. يعني انا الله بيتكلم وانا ما بسمعش او انا بكلم ومش عارف سمعني ولا ما سمعنيش لكن الروعة انه مش بس مونولوج لكن ديالوج فاسمع صوته في الكتاب المقدس وارد عليه في الصلاة وهذا هو اروع شيء للحوار دكتور ايهاب ما اصعب ان انا اكلم نفسي وانا بتكلم في التليفون اه طبعا ف... وحتى لما بعد شويه لو اتكلمت الو انت معايا انت معايا سامعني سامعني بحتاج باستمرار ان انا اعرف ان الله بيسمعني عارف حضرتك وسط الشباب كتير اسال اخبارك ايه وحيا يقول لك مخنوق انا بسمع التعبير ده كتير قوي انا مخنوق انا شاعر مش مبسوط في علاقتي مع ربنا لاني مش عارف اتنفس التنفس ده <applause> اني اسمعه واتكلم معاه اني ادخل واخرج واتغسل من جوه انه كلمه الله لما تعدي على حياتي تغسل قلبي وكياني وتغسل تنفسي على فكره احد القديسين كاتب كتاب مسميه التنفس الروحي اني اعترف لربنا بخطيتي اتوب واني اخد كلمه الله ده الشهيق اللي يغسل قلبي من جوه التنفس ده بيعمل انتعاش روحيه بيخليني افوق خليني قادر امارس حياتي طبيعي لكن الحقيقه انا مخنوق بسبب اني مش قادر اتفاعل مع ربنا صح مش قادر اقرب من ربنا صح واتعامل معاه بل في ناس ماتت حياتهم الروحيه اموات بالذنوب والخطايا ولعل حضرتك انت بتتكلم يا دكتور انه مش قادر يرفع راسه الطفل الطفل مش قادر يرفع راسه وكثير الانسان البعيد عن ربنا مش قادر يرفع راسه بسبب الخطيه او بسبب الشيطان بيذله قدام نفسه يقول له هتروح تصلي فين انا مش عارف الحقيقه كم واحد وهو بيسمعنا دلوقتي مخنوق مخنوق روحيا مش قادر يتنفس مش قادر تتكون بينه وبين الله علاقه حيه حلوه مش قادر يرفع راسه ماضيه بيذله وكانه عاوز يقول مع داود خطياتي امامي في كل حين دكتور ايهاب النصيحه الروحيه انت قدمت لنا نصايح جسديه كتير على مستوى الطب لكن من فضلك محتاجين كمان نصيحه لاحبائنا المشاهدين على مستوى الحياه الحياه البر يرفع شان الامه صح وعار الشعوب الخطيه صح الخطيه توطي بس لازم ابقى عارف انه سيدي وتاج والتواصل وشال خطيتي هو على الصليب نكس الرأس هو على الصليب صار عار صار لعنة لأجلنا هو حمل عنا خطايانا في جسده على الخشبة لنصير نحن أبار هو اداني العلاج هو اللي, يرفع راسي هو الوحيد اللي يرفع راسي في مثل السامري الصالح يقولوا انه اللصوص عروه وجرحوه وتركوه بين حين ومات كان ملقى على الطريق لكن لما يجي السامر الصالح يضمد جراحاته ويصب عليه زيت وخمر وبعدين يقول ايه؟ اركبه على دبته، شوف رفعه ازاي؟ من من الارض حطوا مكان السيد معروف انه السيد هو اللي يركب على الحمار والعبد هو اللي يجري جنب الحمار، هو بدل هو اداني حريه اداني رفعه على مقامي رفع المتضعين هو صاحب الرفع أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له وما أبعد الفرق بين ما لنا وما له الحقيقة دكتور إيهاب من أكثر شيء يلمس قلبي وجف بالي وحضرتك المعاناة اللي كان الرب يسوع بيعاني فيها عشان ياخد نفسه على الصليب آه. وهذا هو يعني الاختناق اللي كنا بنتكلم عنه كان عشان يتنفس المصلوب دايما عشان يتنفس كان لازم يحمل على عضلات جسمه كلها فكل هو وزنه كله محطوط على الذراعين فكان عشان يتنفس لازم يدوس برجله ويشد بايديه عشان خاطر يفتح الصدر ويرجع تاني سيدي وتجاسي عانى طوال الثلاث ساعات على الصليب عشان يتنفس عشان يديني انا تنفس حقيقي وفي الاخر نكس راسه عشان يرفع راسي صحيح نكس راسه عشان يرفع راسه عطش لكي يهويني. من الاسم من الصلوات الجميله اللي بنصليها في الاسم جاع ليطعمنا آه. وعطش ليسقينا وصعد الى الصليب عريانا ليكسونا ثم مات ودفن في القبر ليقيمنا من موت الخطيه ويعطينا حياه ابديه. هللويا ما اروع المسيح اللي شاف الاختناق اللي قال عليه كتاب بلغة النبوة من الضغطة ومن الدينونة أخذ حقيقة آه. يعني الألام النفسية بتعمل اختناق حضرتك قلت روحيا أنا مخنوق أنا مش عارف كم واحد حوالينا في المجتمعات اللي بنعيش فيه يقول أنا مخنوق مم. والإنسان لو أنه مخلوق وذاقت الدنيا حواليه كتير من الناس بيخلصوا حياتهم وبيموتوا شنقا أو بأي أنواع من الانتحار الناس بيفتكروا أنه مخنوق بسبب الظروف انا مخنوق بسبب اني محتاج او بسبب اني مش لاقي شغل او بسبب اني احتياجاتي كتير او بسبب اني عندي مشاكل الحقيقه في ناس كتير عندهم المشاكل دي ناس عندهم الظروف دي بس مش مخنوقين مم. انت مخنوق لانك بعيد عن المسيح او مش قادر ترمي حملك على المسيح الضيقه هي التي يضيق بها الانسان لانه ما لقاش الباب المفتوح في السماء صحيح انا ليه متنفس انا ليه مكان اتنفس منه انا ليه ارفع راسي للسماء واخد حياتي منه، آخد شبعي منه، فأنا مش محتاج إني أخذ يعني تخيل واحد عايز يحط رأسه تحت الميه ويتنفس، مستحيل. لكن ارفع رأسك لفوق هتتنفس صح. أنا بتنفس كويس لما ببص للسما، لما برفع عيني لفوق. فاكر نبوخذ نصر لما رفع عينه نحو السماء وساعتها عاد إليها عقله. هو فاق لنفسه. الابن الضال رجع الى نفسه لما ابتدى يفتكر ابوه. انا محتاج ارجع للمسيح. لما ارجع للمسيح هتنفس روحيا صح؟ ساعتها مش هاخد نفسي من الظروف هي نفس الظروف هبقى فيها اه بس مش مخنوق. دكتور ايهاب انت قدمت لنا العلاج الجسدي وقدمت لنا العلاج الروحي. وما اروع هذا التوازن بين الاثنين. و المشاهدين انا عاوز اخد بالي قوي قوي الايام اللي جايه من نفسي عشان ما اتخانقش على مستوى الجسد وما تخنقش على مستوى الروح الظروف صعبة حواليك أنت مخلوق أنت بتتفرج على البرنامج بتاعنا أنت كنت هتغير القناة بس ربنا قالك استنى فيه باب مفتوح في السماء أنا بشجعك قوي أنك تنظر لواحد في يوم من الأيام قال عليه الكتاب وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الأبديه لو أنت مخنوق النهارده تعالى قل له حط أكسجين الحياه في قلبي أمين. حط فمك في فمي ليقبلني بقبلات فمه اديني قبلة الحياه يا رب أنا كرهت نفسي وزهقت من حياتي طلبت الموت لنفسي كتير لكن النهارده في باب في السماء مفتوح أنا عاوز أطمنك ما دمت لسه عايش وبتسمعني أنا عاوزه أطمنك أوي إن لسه في باب مفتوح ليك في السماء والباب المفتوح يليك في السماء جعله الشخص العظيم اللي مات عشان يحييني وتألم عشان يريحني تحب تديله اللي ليك وتاخد اللي ليه لي. في أمل ولسه في رجاء أنا فاكر قوي مرة يا دكتور إيهاب واحدة ست كانت قدامي المنظر ده شايلة شيلة على راسها كبيرة كانت عربية هتخبطها وقربت منها وعلى و... آخر السواق أنقذ نفسه أنقذ الموقف يعني تعرف الست تقول له ايه؟ مش تقول كنت هتموتني. قالت له حرام عليك ليه ما دوستنيش ومكنت بوتني وكنت موتني yeah. وكنت خلصت حياتي؟ ناس مخنوقه كتير. آه، ناس كتير بتطلب الموت النهارده. الحقيقه دي سمه الايام الاخيره اللي قال عنهم يطلبون الموت ولا يجدونه. <applause> بس الحقيقه هو المشكله مش الحل مش في الموت، الحل في الحياه. صحيح. الحل اني ارجع لسر الحياه، الروح هو الذي يحيي. يوحنا الستة يقول كده الروح هو الذي يحيي سر الحياة هو يسوع ليه الحياة هي المسيح فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس إخوة الأحباء هذا هو الطب وهذه هي الحياة هذا هو الطب في اهتمامنا بأجسادنا وأيضا هذه هي الحياة في المسيح المسيح يعرف يدي حياة مش مهم أنه العازر مخنوق في القبر ومات من أربعة أيام لكن يعرف مره جديده المسيح الحياه ان يعطي حياه لو الشاب اللي بتعرفه مات الشاب اللي جواك مات والقداسة اللي فيك ماتت خليه النهارده يديك اكسجين الحياه ويعيدك مره جديده من فضلك اكتب لنا دكتور ايهاب مستعد يجاوب على تساؤلاتك الخاصه بك او باولادك على مستوى الجسد وايضا على مستوى الروح تهتف من كل قلبك وتقول لي الحياه هي المسيح.